إلى جانب التغذية الصحية، تلعب بعض العادات الحياتية دوراً هاماً في الحفاظ على صحة المعدة، مثل الإقلاع عن التدخين، فهو يؤثر سلباً على صحة الجهاز الهضمي بأكمله. تجنب شرب الكحول، لأنه يهيج المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة. ممارسة الرياضة بانتظام، فهي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل التوتر. الحصول على قسط كاف من النوم، فالنوم الجيد يساعد على تجديد خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا المعدة. تجنب تناول الأدوية المسكنة بكثرة، واستشر طبيبك دائما قبل تناول أي دواء. الوقاية خير من العلاج، ولحماية معدتك من الالتهاب، اتبع هذه النصائح. أغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وقبل لمس فمك أو أنفك. تأكد من نظافة الطعام جيداً قبل تناوله، خاصة الفواكه والخضروات. أشرب الماء من مصادر موثوقة ونظيفة. تجنب مشاركة أدوات الطعام والشراب الشخصية مع الآخرين. أحرص على طهي الطعام جيداً، خاصة اللحوم والدواجن، للتخلص من البكتيريا الضارة. إذا استمرت أعراض التهاب المعدة لأكثر من بضعة أيام أو كانت شديدة، فمن المهم زيارة الطبيب لتشخيص الحالة والحصول على العلاج المناسب. كما يجب عليك مراجعة الطبيب فوراً إذا لاحظت أياً من الأعراض التالية: قيء دموي أو أسود اللون، براز أسود اللون أو مختلط بدم، فقدان الوزن بشكل غير مبرر، صعوبة في البلع، ألم شديد في البطن لا يتحسن. في الختام، تعد صحة المعدة جزءاً أساسياً من صحتنا العامة، ويمكننا الحفاظ عليها من خلال اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة وممارسة الرياضة وتجنب العادات السيئة. وفي حالة الشعور بأي أعراض غريبة، يجب علينا استشارة الطبيب المختص لتشخيص الحالة والحصول على العلاج المناسب. تذكروا أن الوقاية خير من العلاج، وأن صحتكم بين أيديكم.